السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، مصطفى، أي نعم، كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك يا شيخ. إن شاء الله بطلع زكاة المال في شهر رمضان كل سنة. أنا الحين عندي بيت، قطعة أرض يعني إن شاء الله ببنيها، وشقة للسكنة، ومحل الشقة ثمنها خالص، والمحل عليه أقساط، والأرض لسه عليها أقساط وما بنيتها، فتجب فيهم الزكاة ولا لا شيخ؟ يعني معك الفلوس الآن؟ لا لا، مش فلوس، الأرض أنا بتكلم على أعيان، يعني عين الأرض. لا، أنت اشتريتها للتجارة فيها؟ نعم، اشتريت الأرض للتجارة فيها؟ لا لا، ببنيها إن شاء الله. ببنيها لنفسك أو للاتجار؟ لا لا، ببنيها لنفسي، نفسي ليس وبنيها. عليها زكاة. الأرض التي اشتريت كي أبني عليها بيتا لنفسي أو لأولادي ليس عليها زكاة. سلام. الشقة نفس الشيء؟ نعم، السلام عليكم.